امي امي حبيبتي شبك معه استاذ انا قلت لك الوالدة حطتك عمرها لا تقعد تتفلسف خلص هلا بيعملوا لها صدمات كهربائيه نحن نزلناها من البيت بتوفيه لا لا حبيبتي امي الله يخليك يا دكاترة يا اسعاف مو المعروف خليك شغل ناس الله يخليك انت بتريد خليك لو سمحت انت بتريد هي شوي بس نوما 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 تقلان على راسي على راسي هي منيحة ما فيها شيء يا أمي يا عفو الله صافي طمني شو؟ ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ مو حرام عليكم تبكوا تفولوا علي ما فيها شيء أنا بعرفها منيح ما فيها شيء أمي ما فيها شيء ما فيها شيء حياة أمي كثير منيحة أنا بعرفها كثير منيح هي وعدتك كمان بدها تزوجك، انت بكره الصبح بتجي لعندها بتشربي معها قهوة، فهماني؟ وبدكم تسووا الحبقة سوا. يا إذا بتحبوها ما حدا بيبكي عليها، إذا بتحبوها ما حدا يبكي عليها، عم تسمعوا؟ ما حدا يبكي عليها. ما فيها شيء. ما فيها شيء. أنا بعرفها ما فيها أقوى منها. هي زعلت شوي بس ما اقدر عليك حقها تزعل بس بس هلا بتصير منيحة ما في شيء وحياة الله حتكون منيحة انا بعرفها هي وهي كثير زعلناها طمنا حكي ما قدرنا نعمل شيء وصلت لعنا متوفية العوض بسلامتها نص ساعة وبكون تقرير الوفاة جاهز وبتقدروا تستلموا الجثة العمر إلكم عوض بسلامتك ما تبكيش صافي هي مشيئة الله خالص أنا قتلت أمي أنا قتلت أمي صافي ما تحمل حالك ذنب انت ما لك فيه هي هالقد عمرها صلي لها ادعي وصلي لو ما تخلات انا بيزن ما كان صار شيء مش مزبوط انا قتلت امي لا بقى تحكي هيك استغفر الله لا بقى تحكي هيك انت ما ذنبك باللي صار يا انت اول شيء تحاول يا